الحياة بالنسبة لكم باب مقفول على أنانيتكم، أما بالنسبة لي فهو باب مفتوح على الأمل، باب مفتوح على المستقبل. دي طبعا من كلمات السيدة العظيمة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، اللي النهاردة بنحتفل بمرور 92 سنة على ميلادها. الحقيقة أن السيدة فاتن حمامة قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام اللي كلنا متعلقين بيها، كل الفئات، فئات المجتمع من خلال أفلامها تعلقت بهذه السيدة وبأدائها في أفلامها، لأنها لم تكن بطلة الفيلم فقط بل كانت البطلة المطلقة لروايات الأدباء. احنا طبعا عارفين ان هي مثلت للكثير من الأدباء، يعني إحسان عبد القدوس، يوسف إدريس، عميد الأدب العربي طه حسين، فقدمت أفلام كتيرة جدا، وكانت دايما بتعتبر ان الفن رسالة سامية، كانت دايما بتقدم المشكلات، كانت بتناقش المشكلات المجتمعية اللي كانت حاصلة في هذا التوقيت، كانت بتحاول ان هي تجد بالفعل حلول، وده دور مهم جدا من أدوار الفن، ان هو يسلط الضوء على بعض المشكلات المجتمعية بهدف انه يجد لها حلول. طبعا عارفين اللي حصل في فيلم أريد حلا سنة 75، لما سلطت الضوء على القضايا، قضية من القضايا المهمة جدا اللي بتعاني منها السيدات، سيدة استحالت العشرة بينها وبين جوزها، طلبت منه الطلاق لكنه رفض في النهاية، خلت الدولة تركز أكتر في قانون الأحوال الشخصية وتعدل في هذا القانون، وتوجد حاجة اسمها الخلع، إنه من حق السيدة إن هي تخلع زوجها في حال إن هو رفض الطلاق. طبعا عندها مجموعة كبيرة جدا من الأفلام اللي قدمتها، وخلينا أقول لحضراتكم إن هي دايما كانت بتعتمد على محاربة، أو بتتجه دايما إلى محاربة الجهل، محاربة الاستبداد، محاربة الاستعمار، كانت بيقولوا إن هي كانت دايما سيدة متمردة كده في أفلامها. وزي ما ذكرت هذا الفيلم، هناك العديد من المواقف اللي جمعتها بطبعا الكثير من الأدباء في أفلام كتيرة جدا، نذكر منها موقف واحد يمكن من أهم هذه المواقف. سنة 85 جمعها هذا الموقف طبعا مع عميد الأدب العربي، وهي يعني كانت مرشحة في هذا التوقيت لأداء فيلم أمنة في دعاء الكروان، طبعا الفيلم اللي كلنا بنحبه وبنعشقه وبنتفرج عليه دايما أول ما بنشوفه بيتعرض على شاشة التلفزيون. قال لها هتعرفي تجسدي شخصية أمنة؟ فهي سكتت شوية كده وقالت له هعرف أجسد هذه الشخصية. فهو يعني بص لها بصة فيها شيء من السخرية زي ما هي قالت، يعني ده اللي اتكتب بعد كده يعني. فهي طبعا خرجت من عنده وكانت حزينة جدا ومش فاهمة هو ليه عمل كده. لكن بعد العرض الأول لهذا الفيلم، العرض الخاص وهم بيتفرجوا عليه، بعد ما خرجت قال لها انت قدرتي تعملي كل اللي جه في مخيلتي وانا بكتب أمنة، ده اللي انت جسدتيه بالظبط. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم، لم تكن بطلة الأفلام فقط بل كانت بطلة الروايات اللي كتبها الأدباء. ليها مجموعة كبيرة جدا من الأفلام. سؤالنا بيقول إيه أكتر هذه الأفلام اللي أنت بتحب تشوفه للفنانة فاتن حمامة؟ وطبعا ونبدأ مع بسنت. أنا ليا أفلام كتيرة قوي في الحقيقة بحبها قوي، لأن أنا بحب أسلوبها في إزاي جسدت دور المرأة المصرية بكل رقي، حتى في أفلام لما طلعت فيها يعني يعني بيسموها إيه وهي بتعمل الأرض، سيدة بسيطة يعني، سيدة بسيطة بتزرع بتعمل أي حاجة، عملتها بكل رقي. عشان كده هي فعلا لقبت بسيدة الشاشة العربية، فعلا حقيقي هي فعلا ليدي زي ما بيقولوا. ليه أفلام كتير قوي بحبها، بحب سيدة القصر جدا، بحب أتفرج عليه قوي. إمبراطورية ميم طبعا يعني من أشهر أفلام السبعينات اللي بيجسد دور المرأة المصرية اللي ليها أولاد كتيرة جدا وإزاي قدرت تتعامل معاهم. أريد حلا زي ما شاذلي كان بيقول برضو من الأفلام الجميلة جدا، وأثرت في ستات أو سيدات كتيرة جدا، وفعلا غيرت في قانون الأحوال الشخصية. حب في الظلام، وعد مع السعادة، في أفلام كتيرة قوي لسيدة الشاشة العربية أنا بحب أتفرج عليها وأثرت فينا كلنا. ويمكن يعني ده مخلينا عندنا كده إيه زي ما بيقولوا طموح عالي في أي ممثلة جديدة طلع. إحنا حابين، إحنا اتربينا على هذا النوع من الفن الراقي فحابين نشوفه النهاردة. حتى لما جت سيدة الشاشة العربية تمثل مسلسلات، عملت مسلسلين فقط لا غير، مع ان ليها عدد كبير قوي، حاجه و90 فيلم تقريبا، لكن لما اختارت تعمل مسلسلات اختارت تعمل قضايا حقيقيه، ضمير ابله حكمه، وجه القمر، قضايا بتطرح للمجتمع، وكانت من المسلسلات الناجحه جدا واللي عاشت في ذاكره
يعني المسلسلات والدراما المصرية. خلينا بنتكلم على 9 من أفلامها على قائمة أفضل 100 فيلم مصري. الأربعينات شهدت تألق كبير قوي لسيدة الشاشة العربية، لكن لو هنتكلم عن الخمسينات فهي تقريبا مفيش سنة فوتتها من غير ما تكون عاملة فيلم، وفيلم ناجح ومحفور في ذاكرة السينما المصرية وذاكرة المشاهدين. عصرت في الحقيقة عصور طويلة جدا من تطور السينما المصرية، وشهدت عصور طويلة من تطور السينما المصرية، وكانت حاضرة وبقوة في كل هذه السنوات. بتقدم لنا العديد من الأفلام اللي اتحفرت مش بس في ذاكرتنا، لكن غيرت شكل ونمط حياتنا اليومي، زي ما كان شاذلي بيتكلم عن فيلم زي أريد حلا اللي فعلا أثر في أذهان العديد من السيدات المصريات. وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم وزي ما احنا شايفين في الشاشة دلوقتي التمثيل، احنا حاسين ان هي فتاة طبيعية، لكن كمان بكل رقي. يعني في كل مشهد دلوقتي بتعرض معانا في رقي، حتى من غير ما نسمع الصوت في رقي، في الملابس، في الأداء، في التعامل حتى مع الفنانين زملائها. وكنا بنشوف يمكن الرقي في التعامل ما بين الزملاء وبعضهم لما بيطلعوا يتكلموا مع بعض في الانترفيوز اللي كانوا بيحضروها مع بعض، وازاي بيتكلموا مع بعض وازاي كانوا بيساعدوا بعض. دي كانت من الحاجات الجميله جدا جدا، وقد ايه احنا فخورين ان كان عندنا يعني فنانه كبيره زي سيده الشاشه العربيه، وتستحق هذا اللقب بكل تقدير. ومن الجميل ان احنا نشوف الاجيال الحاليه تتاثر بيها وتحاول ان هي يعني تبقى بتمشي على خطى فنانه كبيره زي سيده الشاشه العربيه، واللي في الحقيقه ما كانتش بتفوت سنه بالذات في الخمسينات من غير ما تعمل فيلم، لكن كل الافلام دي كانت ناجحه، وكل الافلام دي كان ليها هدف وكان ليها دور بيأثر بيه في حياه المصريين. خلوني اسال شاذلي بقى، بعد 92 سنه على ميلاد سيده الشاشه العربيه، ايه الافلام اللي اثرت فيك انت بقى وانت، او ما اثرتش فيك لكن تحب كمان تتفرج عليها؟ طبعا انت ذكرتي عدد كبير جدا من الافلام، ودي لا يختلف عليها اثنين، بس بالنسبه لي فيلم لا انام ده فيلم مختلف. حتى الفيلم مش دي فاتن حمام اللي احنا متعودين عليها، يعني لان هي ادت دور شر كما يجب ان يكون، وشها وملامحها كلها براءه، لكن هي كتله شر موجوده في البيت. ازاي بنوته صغيره عندها عقده من ناحيه والدها، والدتها متوفيه، هو بيتجوز مريم فخر الدين مع حفظ الالقاب طبعا للجميع، والدها كان يحيى شاهين، بيتجوز مريم فخر الدين، هي بتغير على والدها قوي، فبتختلق قصص وبتدعي ان هي سيده على علاقه باخوه في هذا الفيلم، كانت بتدعي ان هو على علاقه باخوه، فبيتخانق مع اخوه، بيطرده من البيت، بعد فتره بيجي هو تاني عشان يتجوز، فبيتجوز، فبتكتشف ان السيده اللي اتجوزها التانيه بالفعل سيئه السلوك، فازاي خايفه دلوقتي بقى تروح تقول لوالدها عشان ما يبقاش تعرض لكذا صدمه ورا بعض. لكن في البدايه طبعا الفيلم فيه تعليق صوتي ليها كهي راوي لهذه القصه، وفي نفس الوقت طبعا اداء تمثيلي رائع. هي كمان بتقع في حب عماد حمدي، وكان راجل بيجبرها ب 20 سنه تقريبا في السن، فانت شايف حاله غريبه، مش دي فاتن حمامه اللي انت متعود. وعلى الرغم ان هذا الفيلم في هذا التوقيت لما نزل لم يحقق النجاح الباهر، لكن دلوقتي لما تيجي تتفرج عليه انت بتشوف فاتن حمامه في ثوب لم تلبسه من قبل، في شكل مختلف، سيدة شريرة للغاية. الفيلم جمع مجموعة كبيرة جدا من النجوم في هذا التوقيت، زي ما كنت بتكلم دلوقتي بسنت، هذه الكوكبة الكبيرة من النجوم في هذا التوقيت ما اتجمعتش في فيلم زي ما اتجمعت في هذا الفيلم. عشان كده بالنسبة لي الفيلم ده من الافلام القريبه جدا لقلبي، لاني شفتها في شكل مختلف. انت عارف كمان الجميل قوي في وانت بتحكي دلوقتي ان هي كانت بتحكي القصه في الاول وهي بتروي قصه الفيلم، يعني الجميل ان معظم الافلام دي كانت روايات متاخده عن مثلا في أو طبعا روايات مصريه وفي روايات اجنبيه. لما كنت بشوف الافلام دي معموله بالطريقه مثلا الغربيه، والله العظيم هي معموله بالمصري احلى بكتير. فتشوف كل العوامل، الموسيقى في الفيلم، الاخراج، التمثيل، القصه ازاي سردت بطريقه مصريه، فعلا تحس ان احنا كنا متفوقين على السينما العالميه، يعني ما كناش احنا بننافس وبقوه. وانا بتكلم في الفيلم ده كمان لما تشوفي عمر الشريف موجود مع رشدي اباظه، موجود مع يحيى شاهين، موجود مع فاتن حمامه، موجود مع مريم فخر الدين، لا ده فيلم فعلا، يعني فيلم تقيل فعلا. ده فده من ضمن الافلام المحببه ليا جدا وبحب اتفرج عليه باستمرار. وزي ما كنت بتكلم في البدايه ان الفن هو عباره عن رساله، من دور من ادوار الفن انه يسلط الضوء. احنا لفتره من الفترات افتقدنا هذا الامر، يعني لو رجعنا ب 10 15 سنه ورا
كنا مفتقدين هذا الأمر، أن الفن اللي بيسلط الضوء على قضية من القضايا بهدف التغيير، مش بهدف إبراز سلبيات المجتمع، لا بهدف التغيير. وإحنا دلوقتي بنتكلم عن أريد حلا، طبعا ده ذكرنا بتحت الوصاية اللي كان لسه السنة اللي فاتت، المسلسل بتاع تحت الوصاية لمنى زكي، وإزاي برضو هذا المسلسل يعني حرك المياه الراكدة مرة تانية بالقضايا المتعلقة بالوصاية، وإزاي السيدات بيعانوا كتير جدا في حال وفاة الزوج لوصاية الجد اللي بيبتدي يتحكم في أموال الأحفاد. على كل ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على السوشيال ميديا، ايه اكتر الافلام اللي بتحب تشوفها للفنانة فاتن حمامة؟ في انتظار تعليقات حضراتكم واجاباتكم على سؤالنا، هنستعرضها ان شاء الله خلال الحلقة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، اهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.